الموزع الموسيقي في سلسلة من الدروس لتعليم الأورج بأشهر الأغاني العربية والمغاربية. فدائما أطلب منكم السبسكرايب واللايك والشير وإضافة اقتراحاتكم وتعليقاتكم. اليوم غادي نديروا أغنية رائعة من التراث الشامي وهي أغنية على العين المليتين. على العين المليتين هي من أشهر الأغاني الشامية في منطقة الشام، فنتمنى أنكم تستفيدوا منها إن شاء الله وابقوا معنا. أولا، على العين المليتين هي من التراث الشامي، فهي تتكون من مقام بياتي على الصول، وكما أسلفنا الذكر فممكن أن تعزف على أي مقام، يعني بياتي على اللا أو على المي أو على الري على حسب صوت المغني الذي سيؤدي هذه الأغنية. فنأخذ هنا بياتي صول، والذي يبدأ من صول من هنا، والبياتي على الصول يتكون من لا بالربع تون والسي بيمول والمي بيمول، يتكون من لا بالربع تون والسي بيمول والمي بيمول، وفي مرات يكون كما مر المي بالربع تون. ثم نبدأ المقدمة، نأخذ إيقاع دبكة على سرعة 100 ثم نبدأ. طبعا هذه هي المقدمة، نفصلها، نبدأ من لا لافاصول لافاصول لافاصول، ثم سنعيدها الآن ونأخذ الغناء. يا حبابي لا ترحلوا ضلوا حواليا، مشوار مشيت الصبح ومشيت عصري، يا حبابي لا ترحلوا ضلوا حواليا، عالعين موليتين واتناش مولايا، جسر الحديد القطع من دوس رجليا. طبعا هذه كانت فقط نبذة مختصرة عن أغنية على العين موليتين، وأتمنى لكم الاستفادة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.